السلام عليكم الناس ديال المغرب، بغيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو لانه فريمون الحال هنايا كاتاستروفيك. حنا في 35 درجه ديال الحراره في اسطنبول، والناس واحلين هنايا هذه 3 جوغ حنا كنباتوا في الزنقه. كلشي جاب لي باجاج ديالو صيفطو هنايا، الناس الحراقه واللي ما عندهمش الوراق والهاربات اللي سالوا لهم الاقامات ديالهم سبقوهم هما الاولين، خلونا حنا مالي الغوتور اللي عندنا الغوتور ديالنا اللي جينا هنا اون فاكونس حصلنا. وداو الناس الاخرين البارح، كاين بزاف الفرزيات، القنصل ما كيجاوبناش، طفي علينا التليفون وزادوا كملوها اليوم، جابوا العسكر والعصام مع الصباح وقال لك اسيدي غيبقى هادشي مده 10 ايام حتى تحل المغرب الخطوط ونقطعوا لي تيكا من جيوبنا ومشيو. انا بيرسونيل بقى عندي حتى ريال 260 واحد هما ورايا، حتى هما ما عندهم حتى شي ريال، الاوضاع مزريه، لا ما لا نعمل حتى حاجه، نص كوميره وبيضه مع الصباح والناس راه كتموت هنايا، كاين اللي مريض، كاين اللي عيا، كاين اللي طالع عليه الدم. نعسنا في الزنقه البارح، نعسنا في الزنقه والبارح، وخاص يلقاو لنا شي حل. القنصل طفي علينا تليفونو، حتى شي حد ما كيجاوبنا، حتى شي حد ما كيعتبرنا. لي تيورك ما كنعرفوش باش نتفاهموا معاهم، يا با دو تواليت، يا با دو، حتى حد ما غاسل، حتى حد ما محسن، ما كنعسوش، ناعسين ابان ساعتين كل ليله. دونك بغيت هذا الميساج يوصل للناس كاملين، وشوفوا شي حل يديروه لينا، ولان فريمون حنا مكرفسين بزاف. وها هو السيد معنا يقول لكم على الحاله اللي كيعيشوا المغاربه في اسطنبول، والمشكله ماشي ديال لي تيورك، المشكله ديال المغاربه الشفاره اللي في القنصليه ديال هاد البلاد اللي كيديروا الفرزيات. ما يكذبوش عليكم، اون لو روتور، فوالا اون دي توريست ايشي، اون لو روتور صافي دير اون البي، اون ان فيزا. يعني حنايا ماشي جينا حارقين ولا باش يقول لك ان الناس اللي كانت عندهم اولويه ما مشاوش. الاولويه لمن كان؟ ما مشاوش. الناس اللي عندهم اولويه داو الاصدقاء ديالهم، داو الناس اللي ما الناس اللي اصلا عندهم اقامه اللي ما خصهمش يمشيو، وداو الناس المعرفه ديالهم. الاسماء كانت كتختار قبل ما كنا كنعرفوا. ملي وصلنا البارح هنايا اوتيل كامل مع الاخر قال لك حنا ما مسجلينش. انا مسجل قبل رمضان، مسجل مع عند القنصل بيدو، مسجل 4 مرات في النت، وعاد مسجل في الاوتيل. يعني ان كريم، دايرين ان كريم، اللهم هذا منكر، دايرين ان كريم. حنا غادي نديروا حاجه، حنا هاد الناس اللي بقينا هنايا غادي اونطامي ان غريف دو فان، خصنا يوصل لسيدنا، لسيدنا، لان سيدنا عمل ثقه في هاد الناس اللي وظفهم هنايا، عمل فيهم ثقه، بالحق ما كيقوموش بالواجب ديالهم، خلوا بينا. والناس هذوك عندهم غير مصالح شخصيه، ومبعدين ومغاربه. دابا حنا كنمشيو عند الناس، على المسؤولين ديالنا، واش غادي نهضروا معاهم؟ كيصدق السيد تقول لك انا القنصليه ديالك ما كتجاوبش علينا. سي كوا طون بولو، شنو الخدمه عندك السيد القنصل اللي هنايا ولا المسؤولين ديال القنصليه اللي ما غادي تشوفش الرعيه ديالنا هنايا؟ هادو وليدات المغاربه، هادو كاملين بهم وليدات ديال المغاربه، هادو كاملين عندهم لاكارت ناسيونال، عندهم باسبور، لي باسبور ميو كي لي زوتر. حنا بلي زامبو ديالنا، حنا بلي زامبو ديالنا كنخلصوا هادوك الناس اللي في السفاره اللي جالسين في القنصليه، جالسين دايرين علينا الديس، ما باغيينش يتكلموا معنا. حنا بالمسؤولية يعني بلي زامبو ديالنا كنخلصوهم. اون بليس هاد الناس ما بغاوش يتفاهموا معاك، اصلا كتجي كتجبر ان انت ما كاينش مسجل، ما كيهضرش معاك، كيعطي لك التركي، كيعطي لك بوليس تركي. البارح قتلوا لنا بالعصانه وقتلوا الناس بالعصانه، هذه هي طريقه الحوار. فين هما؟ فين هما المسؤولين؟ فين هما الناس الساعه؟ اش كيديروا؟ علاش كيتخلصوا؟ علاش كيتخلصوا؟ كيديروا داروا لي فرونشمون جميع انواع الرشوه، جميع انواع المحسوبيه والزبونيه وداروها. وان بليس دايرين دراما، حنا مسيبين، حنا عندنا حل واحد، اون فا اونطامي، اون ديجا اونطامي ان غريف دو فان، خصنا يعرفوها الخبادي والعم، دو ان غريف دو فان، اسيدي وحده من الجوج، حنا عندنا وحده من الجوج المطالب ديالنا، اما غنوصلوا لبلادنا كاملين مكمولين بكامل حي يرزق، واما غيوصلوا لي كور ديالنا وغيتابعوكم المسؤولين، وغادي يتابعوكم العائلات ديالنا ووليدات ديالنا في جميع المنابر، كونوا هانيين في جميع المنابر، والله ما غادي تمشي هاد المشي. غادي نمشي. ابارتاجي سيل فو بلي، ابارتاجي. ابارتاجي راه الناس هنا مكرفسين خمس ايام. فوالا فوالا والو، ما كاينش كاين عليهم والو، هادو الناس مواتي ديال الناس يبقاو اكثر من 280 واحد. هنا صافي 4 جوغ ونا غيان بوفي، ما كاين ما كاين ما كاين ني تواليت ني سانيتير. والله العظيم عاملين قسما بالله الا سراييفو فيها فيها الضوء، يعني نو فرونشمون كاسك بلو يعمل يعطيوها كاس، عباد الله تكون ابسط يعني. الناس ما عندهمش حتى الكمامات، دونك الكمامات ما كاينش ما تاكل، ما كاين والو اللي ما جابش ملوحيه ملوحيه ملوحيه. انا غير كنتسائل الوظيفه ديال هاد الناس، انا كنتسائل، هذا سؤال شخصي، الوظيفه ديال هاد الناس اللي عندنا في السفارات واللي عندنا في القنصليات، علاش كيتوظفوا هنايا؟ علاش كيدوا الدوبل بريم؟ علاش عندهم الامتيازات باش يتريتيو لي كاسو ديالنا، لي كا ديالنا؟ اون بليس حنا في واحد المرحله جد حساسه، يعني خصهم يكونوا متواجدين معنا وفي وسطنا وكيساندونا. هاد الناس قاطعين علينا،
هاد الناس اصلا ما عرفناش واش حنا كنتميو للدوله ديالنا الشريفه، الدوله ديال المملكه المغربيه الشريفه كنتميو ليها، ولا كنتميو شي دوله اخرى. ولو كنا كنتميو بحكم الانسانيه كيخصهم يتصلوا بينا. كيتخلص جالس، شكون هو؟ اش بغى يكون في ملكوت؟ في ملكوت الله. سيدنا اعطاه، سيدنا خرج من جيبه المال ديالو الخاص، وانا عارف ان الميساج، عارف هادشي ما كيوصلش لسيدنا، والله حتى ادبكم، وعندي الثقه الكامله في سيدنا، في سيدنا ما عند حتى شي واحد، في سيدنا، والله حتى ادبكم على هادشي هذا اللي عملته في ولادو.